بالنسبة لي مسألة الكراهية هو لو ديما نرجع ونهمني باش نرجع في نحكي على الكراهية أو غيرها من ما يمكن أن يطلق في علاقة مع تابع النساء هو كل راهو تم التنصيص عليه في قانون خاص قانون أساسي اسمه القانون 58 سنة 2017 وهو يتحدث عن أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء والتي لها تحديات كبرى سواء على مستوى الفرق المختصة أو على مستوى بطبيعة الحال اعتبارا لكون هذا القانون له أبعاد متعددة من وقاية وحماية وزجر وإجراءات لإيواء النساء المعنفات والإحاطة بهن هن بطبيعة الحال بالنسبة للنساء والأطفال المرافقين لها. لو يتم فعلا تطبيق هذا القانون ولو ترصد الميزانية اللازمة ولو يتم العمل وإصدار النصوص الترتيبية والتكميلية لهذا النص أكيد أنه سيكون هنالك حد وخطوات هامة نحو وضع حد لتقتيل النساء ونحو وضع حد للعنف ضد النساء ونحو وضع حد للتمييز ضد النساء باعتبار أنه النساء هن أنت المرأة هي إنسان تتمتع بالحقوق الإنسانية بشكل موازي للرجال بطبيعة الحال.